مرحبا طلابنا الأعزاء، اليوم رح نبدأ شرح تشابتر 1 في من مقرر ديجيتال ماركتينج أبليكيشنز، تقنيات التسويق الرقمي. قبل ما ندخل في المقرر رح نسأل حالنا سؤال: Why study digital marketing applications؟ زي ما احنا عارفين الـ consumers are now spending more time than ever online. معظم العملاء عم بيقضوا وقت كتير طويل online. هذا الوقت اللي عم بيقضوه to compare, discuss and select new purchases، عم بيقارنوا، عم بيتناقشوا، عم بيشتروا خلينا نحكي منتجات وخدمات جديدة. As a result, studying with digital marketing strategy, implementation and practices و applications will set you up with the knowledge and skills you need to succeed. إذا درسنا digital marketing استراتيجياته وطرق تطبيقه والممارسات تبعته والابليكيشنز تبعته، هذا رح يزودنا في خبرات ومعرفة نحتاجها عساس ننجح أعمالنا الرقمية. خلينا نبدأ الشرح تشابتر 1. أول شغلة رح نسأل حالنا سؤال: How has digital marketing transformed marketing؟ كيف إنه التسويق الرقمي حول لنا شكل التسويق؟ في البداية رح نعرف what is digital marketing. Digital marketing simply defined as achieving marketing objectives through applying digital media, digital data and digital technology. اللي هو هون احنا بنحكي انه التسويق الرقمي بيحتوي على العديد من الأشكال أو العديد من الأنواع أو العديد من التفاعلات. هاي التفاعلات بتكون من خلال الجمهور أو الأودينس. زمان ما كان في عنا تفاعل على التسويق، بس كونه أصبح تسويق رقمي صار في عنا انتر اكشن. الانتر اكشن هذا بتم من خلال الفايف ديز. الفايف ديز اللي هي it involve harnessing the following five ديز of managing digital marketing interaction. ايش هم الفايف ديز اللي عم بيزيدوا التفاعل او عم بيحسنوا التفاعل؟ الفايف ديز بتكونوا من الديجيتال داتا اللي هي بيانات رقمية، ديجيتال بلاتفورمز منصات رقمية، ديجيتال ديفايسز أجهزة رقمية، ديجيتال تكنولوجي التكنولوجيا الرقمية، والوسائط الإعلامية الرقمية اللي هي الديجيتال ميديا. هدول الفايف ديز بيحسنون لنا عملية التفاعل أو الأودينس انتر أكشن. لما يصير في عنا أودينس انتر أكشن، أو إحنا بالعادة بنحب إنه يصير في عنا أودينس انتر أكشن، تفاعل من خلال التسويق الرقمي. ليش إحنا بنعمل هذا التفاعل كلياته؟ نعمله عشان نقيم مدى تبني المستهلك لخدماتنا ومنتجاتنا to our products and services. وبرضه عم نستخدم هدول الفايف ديز عساس ايش؟ عشان المؤسسة او البزنس تبعنا بيقدر يستخدمهم هدول الفايف ديز لدعم الاهداف التسويقية. معناته بالملخص لما نحكي ديجيتال ماركتينج، معناته احنا كيف نوصل للاهداف من خلال استخدام الفايف ديز تبعونا في المنظمة لزيادة التفاعل ولزيادة الدعم عساس نوصل للاهداف التسويقية. رح ننتقل بعد هيك أنا وياكم لهو لنا نشوف بالسلايد الثاني. هون رح نحكي What are digital marketing and multi-channel marketing. أول إشي إحنا عرفنا الديجيتال ماركتينج ورح نعرف المالتي شانل ماركتينج. لما أنا أجي أحكي عن مالتي شانل ماركتينج، معناته هون نحكي how to execute a marketing strategy، كيف ننفذ استراتيجيات التسويق across multiple platforms من خلال أو عبر منصات متعددة to reach as many consumers as possible. لما أنا أجي أحكي كيف بدي أستخدم استراتيجيات التسويق عبر منصات متعددة عشان أوصل مستهلكين أكثر، هون أنا قصدي بالplatforms إيش؟ may refer to what؟ product packaging، word of mouth, mouth advertising, mobile applications, websites، وبرضه and all other channels. كل هدول البلاتفورمز can help أو that can help amplify the brand to reach as many consumers as possible. هون إحنا هاي البلاتفورمز بتساعدنا على إن نوصل new customers
أو نوصل عدد أكبر من الكونسيومر أو الكاستمرز as possible. هاي بنسميها مالتي شانل ماركتينج. بس لما أنا أجي أحكي ديجيتال ماركتينج، معناته إحنا بنحكي هي فوكسز تركز على إيش؟ different forms of online company presence. لما أنا أجي أحكي عن الأونلاين company presence، معناته أنا هون عم بحكي عن موضوع كيف تظهر هذه الأعمال أو الديجيتال بريزنس للمنظمة تبعتنا. إيش معناها؟ simply refers to how your business appears online. كيف البزنس تبعنا يظهر أو يتواجد أونلاين. It what people find when they search for your business. لما الناس أو الكاستمرز يبلشوا يدوروا على البزنس تبعنا ويعملوا سيرش عليه، على البزنس تبعنا او الكومباني اون ذا انترنت، احنا كيف بنظهر لهم؟ احنا اكيد رح نظهر لهم من خلال وسائط متعدده، صح ولا لا؟ او ممكن نطلع لهم من خلال الويب سايتس، من خلال الموبايل ابلكيشنز، من خلال السوشيال ميديا كومباني بيجز، صفحاتنا على التواصل الاجتماعي. معناته هيك الديجيتال ماركتينج بيركز على الاونلاين كومباني بريزنس، تواجدنا الرقمي، وبرضه هون احنا عم بعمل تكامل with online communications technique، تكامل مع تقنيات الاتصالات عبر الانترنت including زي ايش؟ قنوات الاتصال او تقنيات الاتصال زي search engine marketing، social media marketing، واكثر من شغله. هدول التكنيكس ليش عم نستخدمهم؟ to support the objective of acquiring new customers. هون احنا بيكون هدفنا ايش؟ نجيب new customers ونزودهم بسيرفيسز موجوده عندنا او نزودهم في products موجوده عندنا. هلا احنا بنعمل acquiring new customers وبرضه بنساعد على الاحتفاظ بالاكزيستنج كاستمرز، الكاستمرز الموجودين عندنا. ايش بيساعدنا هاد؟ بيساعدنا على ان نوصل لإشي اسمه كاستمر ريليشن شيب، اللي هو كاستمر ريليشن شيب مانجمنت، اللي هي اداره العلاقه مع العملاء. عشان هيك احنا بنيجي بنحكي ديجيتال ماركتينج بيركز لنا على الاونلاين كومباني بريزنس، وبرضه بندمج وبتكامل مع الاونلاين كوميونيكيشنز تكنيك عشان نجيب زبائن نيو كاستمرز او نحافظ على الاكزيستنج كاستمرز ونبني معهم علاقات طويلة المدى من خلال الاعمال تبعتنا. هلا عشان الديجيتال ماركتينج يكون سكسسفول او ينجح، برضه بكون في حاجه للانتجريشن، للاندماج او للتكامل لهاي التكنيكس مع التراديشنال ميديا. هون لما انا اجي احكي مع التراديشنال ميديا، معناته انا بدي اعمل تكامل ما بين الديجيتال ميديا، تمام، او الديجيتال ماركتينج التسويق الرقمي مع التراديشنال ميديا اللي هو التسويق التقليدي زي البرينتس، المطبوعات، التي في، الهيومن سيلز، المبيعات الشخصيه، كل انواع التسويق التقليدي. هلا لما يصير في عندنا انتجريشن وتكامل، هب بعمل لنا سبورت للمالتي شانل ماركتينج كوميونيكيشنز، اللي هي هون احنا بنيجي نحكي مالتي شانل ماركتينج كوميونيكيشنز اللي هي ادوات التسويق الشامله. لما انا اعمل مالتي شانل ماركتينج وهدول كلياتهم يندمجوا مع بعض، التسويق الرقمي مع التسويق التقليدي مع التكنيكس مع التشانلز كامله، معناته انا هون بكون قادره على اني ادعم الكاستمر جيرني او الكاستمر لايف سايكل. لما انا اجي احكي كاستمر جيرني او كاستمر لايف سايكل، معناته اللي هي دوره حياه العميل عبر الانترنت. لما نيجي نحكي على دورة حياة العميل عبر الانترنت، معناته هون احنا بنحكي عن ايش؟ بنحكي انه كل عميل او كل زبون له دورة حياة على الانترنت، او من لما يدخل عندنا على الانترنت. خلينا نسأل حالنا سؤال، what is customer journey map؟ لما انا اجي احكي customer journey map او customer life cycle، هو عبارة عن the sequence of online and offline touch point a customer or buyer person takes during a buying process or a broader customer experience. هلا ال customer journey by map is a detailed outline of possible experience that a customer might have
with your brand over the course of their lifetime. هلا احنا بيكون في عنا، هي عبارة عن مجموعة من الخبرات اللي عم بيدخل من خلالها الزبون من لحظة البدء في التفاعل مع العلامة التجارية، يعني من لما يبلش الزبون أو الكاستمر يتفاعل مع العلامة التجارية، هون بنحكي إنه الكاستمر جيرني أو رحلة الزبون بلشت، وبنبلش نرسم معاها كيف الكاستمر رح يمشي بالرحلة أو كيف رح يتفاعل مع الشركة تبعتنا أو مع المنتجات تبعتنا أو مع الخدمات تبعتنا من لما يبلش يتفاعل مع العلامة التجارية لحد ما ينتهي هذا العميل أو يبطل عم بتفاعل مع العلامة التجارية. هاي الخطوات أو المراحل إحنا بنسميها كاستمر جيرني ماب. خلينا نطلع مع بعض، هون بيحكوا لنا في عنا الكاستمر جيرني ماب، في عنا أول مرحلة اللي هي هون الأويرنس. الأويرنس انه كيف رح يصير في عنده للكاستمر هاد وعي بهذا المنتج او بشركتنا. بعد هيك لما يكون في عنده وعي رح ينتقل لمرحلة الكونسيدريشن. خلص من مرحلة الكونسيدريشن، الكونسيدريشن بهاي المرحلة بيكون عم بيعمل كوندكت ريسيرش، عم بدور على معلومات اكثر عن المنتجات تبعتنا او الخدمات تبعتنا او البزنس تبعنا. بعد هيك بنتقل لمرحلة البيرتشيس. مرحلة البيرتشيس هون ايش اللي عم بصير؟ هون بيكون عم بلش عم بيشتري من عنا، ميك ا بيرتشيس. بعد هيك بنتقل لمرحلة السيرفيس، اللي هون السيرفيس هون هي ريسيف ذا برودكت او هي ريسيف ذا سيرفيس من خلال انه هو استلمها ستور برانش او من خلال الايجنت او البروكرز اللي هو بتعامل معهم. بعد هيك بعد مرحلة انه استلم المنتج او الخدمة بصير بنتقل لمرحلة اللويالتي اكسبانشن. اللويالتي اكسبانشن هون ببلش يعمل ميك انذر بيرتشيس، يعني عم برجع بيشتري من عندنا مرة تانية، او ببلش يعمل شير للاكسبيرينس للتجربة تبعته عن المنتجات تبعتنا او عن البزنس تبعنا او الخدمات اللي هو تلقاها من البزنس تبعنا. فعشان هيك احنا بنسميها كاستمر جيرني باب، من لما يبلش العميل يتفاعل يعمل انتر اكشن مع السلعة او مع البزنس تبعنا لحد ما يوصل لمرحلة اللويالتي. انا وياكم طلاب الاعزاء على الكاستمر جيرني ماب بشكل مفصل اكثر. لما حكينا عن الكاستمر جيرني ماب معناته هو مخطط تفصيلي للتجارب المحتملة التي قد يتمتع بها العملاء مع العلامة التجارية على مدار حياتهم، يعني من لما يبلشوا يتفاعلوا مع العلامة التجارية لحد ما ينتهي هذا التفاعل. خرائط رحلة العميل تضمن العديد من نقاط الاتصال التاتش بوينتس. خلينا نشوفهم بالتفصيل أو نطلع عليهم. عندنا أول إشي اللي هو الستيج 1 اللي هو الأويرنس، وعندنا بعد هيك ننتقل للكونسيدريشن، ديسيجن اللي هو القرار، السيرفيس الخدمات، واللوياليتي زي ما شرحت لكم قبل. هلا لما نيجي نحكي عن الكاستمر اكشن في الاويرنس، هون رح يكون الكاستمر ايش عم بيعمل؟ عم بيطلع على الاونلاين اد او عم بيطلع على السوشيال ميديا كامبينز اللي هي حملات التواصل الاجتماعي، او ممكن عم بسمع عنا من الفريندز، عم بسمع عن العلامه التجاريه من الفريندز. هاي الاكشن في الاويرنس. التاتش بوينتس اللي هي نقاط الاتصال زي ما انتم شايفين، في عندنا تراديشنال ميديا اللي هي وسائل الإعلام التقليدية زي التي في والبرنت وغيرها، وفي عندنا السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي، أو ممكن يكون وورد أوف ماوث الكلمة الفم المنطوقة، إنه كيف الناس عم تحكي عن العلامة التجارية. الكاستمر اكسبيرينس هون إحنا بنشوف إنه العميل مرة بيكون انترستد بات هيزيتنت، يعني متردد فحسب العميل، عشان لسه هون عم بتعامل أو عم بحضرنا لأول مرة أو عم ببني وعي لأول مرة. كيف بنقيس الـ KPIs؟ الـ KPIs اللي هي الـ Key Performance Index، اللي هي مفاتيح قياس الـ Performance الأداء. ممكن إن نحسبه في مرحلة الـ Awareness على حسب كم people reached للعلامة تبعتنا، كم people أو كم customer أو قديش عدد الـ customer والـ people اللي وصلوا للعلامة تبعتنا العلامة التجارية. البزنس جولز بالاويرنس دائما او في حملات الاويرنس بيكون انكريز اويرنس انترست، انه نزيد الوعي او الاطلاع على
العلامة التجارية تبعتنا، طبعا التيمز اللي هو الماركتينج كوميونيكيشن. خلصنا مرحلة الاويرنس اللي هي مرحلة نشر الوعي، رح ننتقل لمرحلة الكونسيدريشن. زي ما حكينا الكونسيدريشن هون انه احنا انترستد بالموضوع، تمام، حابين العلامة التجارية، بس بنبلش نبحث عنها اكثر، بنعمل كوندكت مور ريسيرشز، عم نتطلع على مين المنافسين للعلامة التجارية هاي، عم بنقارن بينها وبين العلامات التجارية الثانية، لأنه صرنا ناخذها بعين الاعتبار. برضه التاتش بوينتس هون رح يكون عندنا الورد اوف ماوث، الكلمة المنطوقة، رح نطلع على الموقع للعلامة التجارية، رح نطلع برضه على وسائل التواصل الاجتماعي. هون الكاستمر اكسبيرينس بتكون اكسايتد، متحمس. طبعا الكي بي ايز احنا بنقيسها كي بيرفورمانس اندكس عن طريق النيو ويب سايت فيزيتورز. كل ما زاد عندنا ويب سايت فيزيتورز معناته هم اوريدي صار عندهم وعي اويرنس بالعلامه التجاريه تبعتنا، وبرضه هلا عم بياخذوها بعين الاعتبار وعم بيعملوها كونسيدريشن. البزنس جولز هون انه احنا نزيد الويب سايت فيزيتورز. احنا بنعرف اي كامبين او اي حملة عم نعملها من خلال اي تطبيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اول شغلة عم بيسألنا what is your business goals؟ انت بدك تكون عم تنشر وعي بالعلامة التجارية، ولا بيكون مثلا بدنا increase ال website visitors اذا كنا بمرحلة ال consideration، او اذا مرحلة ال decision رح يكون ال business goal تبعنا increase conversion rate online sales، ان نزيد المبيعات، او ممكن يكون اذا مرحلة ال service increase customer service satisfaction، رضا الزبائن عن الخدمات تبعتنا من خلال تقليل الوقت اللي عم بيستنوا فيه لحد ما توصلهم السيرفيس تبعتنا او الخدمة تبعتنا. اذا كنا بمرحلة اللويالتي generate positive reviews، بنكون عم بنحاول انه نولد ريفيوز للزبائن تبعونا انهم يكتبوا عن البزنس تبعنا بطريقة ايجابية، وبرضه انه نزيد الريتنشن ريت، نسبة رجوع العملاء والشراء أو يعملوا ريبيرتشيس من المنتج تبعنا. فهون بيعتمد حسب إحنا وين في الجيرني، وين في الرحلة هاي. هلأ بمرحلة الديسيجن هون بكون عندنا ميك ا بيرتشيس، عم بعمل عملية الشراء. التاتش بوينت بتكون من خلال الويب سايت، يا بنشتري من خلال الويب سايت، العميل بيشتري من خلال الويب سايت أو من خلال الموبايل أبليكيشنز، حسب هو من وين عم بيعمل تاتش بوينت أو من وين قرر إنه يشتري. طبعا أكيد الكاستمر اكسبيرينس رح يكون اكسايتد لأنه قرر إنه يشتري، أكيد رح يكون كثير مهتم. كي بي آيز زي ما انا قلت لكم الكونفرجن ريت، كم من شخص تحول الى مرحله الشراء. البزنس جول زي ما انا قلت لكم ان نزيد نسبه الناس اللي عم تتحول لعمليه الشراء. هلا بعد ما نخلص من الديسيجن ونكون العميل اتخذ القرار تبعه، عمل الديسيجن تبعه، رح ينتقل لمرحله السيرفيس. هلا مرحله السيرفيس هون هو بتلقى المنتج او بتلقى الخدمه عم توصله، عم بقرأ عن الخدمة، عم بقرأ عن المنتج، عم بصير عنده الموضوع دوكيومنتد أكتر. فهم بكون مرحلة السيرفيس عم توصله الخدمات أو المنتجات. التاتش بوينتس يا عن طريق الفون تشات بوت أو عن طريق الإيميل. هلأ الكاستمر اكسبيرينس حسب إذا هو مبسوط أو مش مبسوط. في عندنا الكي بي آيز برودكت ريفيوز، إنه هلأ بس تلقى هاي الخدمة هل العميل مبسوط أو لا؟ هل وصلت الخدمات بطريقة ناجحة؟ هل السيرفيس سكسس ريت عالي ولا مش عالي، منخفض؟ هل استنى كتير ولا استنى شوي وقت الانتظار؟ طولنا عليه في الوقت ولا كان الوقت اون تايم عم بنوصل له السيرفيسز؟ هاي كلياتها بنقيسها في مؤشرات الأداء. البزنس جول مرحلة السيرفيس هون احنا بيكون الهدف تبعنا increase customer service satisfaction، انه احنا نزيد الرضا على الخدمات اللي عم بنقدمها للعملاء، وبرضه بنكون عم بنقلل الوقت عشان يوصل الخدمة بشكل أسرع وأسهل. بعد ما انتقلنا من مرحلة السيرفيس الوصول للمنتجات والخدمات، رح ننتقل لمرحلة اللويالتي. هلأ مرحلة اللويالتي ممكن ننتقل لمرحلة اللويالتي، ممكن لا، حسب السيرفيس كيف تقدمت وكيف كانت الساتسفاكشن عن السيرفيس. هلا إذا كان الساتسفاكشن عالي رح نوصل لمرحلة اللويالتي. اللويالتي إنه إحنا بنعمل another purchase أو repurchase أو بنعمل عملية إعادة شراء للمنتجات أو الخدمات اللي إحنا اشتريناها من قبل، لأنه إحنا أوريدي كنا راضيين عنها فبنرجع نشتريها مرة تانية، أو بنشير أو بنخلينا نحكي
بنشير الاكسبيرينس، وي شير اور اكسبيرينس، انه احنا بنشارك خبراتنا في هاي العلامه التجاريه. التاتش بوينتس بتكون احنا بنشاركها هاي الخبرات، يا عن طريق الورد اوف ماوث الكلمه المنطوقه، او عن طريق السوشيال ميديا بنبعت كومنتس او بنعمل ريفيو على السايت، حسب احنا شو رح نستخدم او حسب العميل شو عم بيستخدم لما يستخدم العلامه التجاريه، ويكون هو وصل لمرحله اللويالتي. طبعا الكاستمر اكسبيرينس اكيد رح يكون ساتيسفايد او اكسايتد، عشان هيك عمل ريبيرتشيز. احنا ولا ممكن نرجع نشتري مرة تانية بضاعة أو منتج أو خدمة ما عجبتنا، أو علامة تجارية ما عجبتنا. إذا عجبتنا معناته إحنا وصلنا لمرحلة الساتسفاكشن، أو بنكون إكسايت معناته إحنا وصلنا لمرحلة الجودة اللي إحنا عم بندور عليها. طب الـ KPIs كيف ممكن نقيسهم؟ performance index، retention rate قديش احتفظنا بالزبائن، قديش زبائن رجعوا اشتروا من عندنا، قديش الـ satisfaction score، قديش السكور تبع الرضا تبع العملاء. البزنس جولز هون في اللويالتي generate positive reviews، ايش بيكون هدفنا؟ انه يكون عندنا الريفيوز ايجابي، ونزيد نسبة الاحتفاظ وإعادة الشراء بالنسبة للكاستمر اللي وصل لمرحلة اللوياليتي. طبعا التيمز انفولف اونلاين ديفلوبمنت اللي بطوروا من خلال الاونلاين، كاستمر سيرفيس خدمة العملاء، وكاستمر سكسس نجاح العملاء. هاي هي الكاستمر جيرني ماب، اعتقد هيك صارت واضحة. هلا رح ننتقل لموضوع the intersection of the three key online media types. هون احنا عن شو بنحكي؟ بنحكي انه عندنا ثلاث مفاتيح او key online media types، او ثلاث انواع من الميديا تايبس، هدول لازم نتعامل معهم لانهم هدول انواع الوسائط هاي عم تتداخل مع بعض عبر الانترنت، فلازم نكون فاهمينها كتير منيح. قبل ما ندخل بطريقة التفاعل للميديا تايبس خلينا نوضحهم ايش هم. عندنا اول شغلة اللي هي البيد ميديا، لما انا اجي احكي عن البيد ميديا also known as bought media، يا بيد ميديا بنسميها، يا وسائل مدفوعة أو وسائط مشترى إحنا شريناها. A direct payment offers to a site owner or an ad network when they serve an ad. A sponsorship or pay for a click, lead or sale generated. إيش يعني؟ هون إحنا بنحكي في عنا وسائل مدفوعة أو وسائط مشترى. هون إنه إحنا كمنظمة بندفع مرات لما نيجي نعمل خلينا نحكي دعاية، أو نيجي نعمل حملة ترويجية، ندفع لأصحاب مواقع معينة أو شبكات إعلانية معينة عشان يعرضونا الإعلانات والدعايات تبعت العلامة التجارية تبعتنا. فعشان هيك إحنا لما ندفع لهدول الوسطاء بنسميها paid media. لما يكون في عنا owned media، لا هون اختلف الوضع، هاي وسائل إعلام مملوكة، يعني أنا عندي ويب سايت عم بعرض عليه، أنا عندي إيميل ليست عم ببعت من خلال الإيميل تبعي، أو أنا عندي سوشيال ميديا بريزنس أو عندي بيج على السوشيال ميديا إلي وأنا عم بنشر عليها العلامة التجارية تبعتي، هاي بسميها own media لأنه أنا كبزنس عم بمتلكها. في عنا الـ earned media، هون الـ earned media بنحكي عن الوسائط المكتسبة، أي يتم الوصول إلى الجمهور من خلال التحرير والتعليقات والمشاركة عبر الإنترنت. The audience is reached through editorial, comments and sharing online. الوسائط المكتسبة كل ما الناس شيرت عنا، كل ما الناس حكت عنا، كل ما الناس علقت عن العلامة التجارية تبعتنا بنسميها هاي earned media. معناته عندنا ثلاث أنواع من الميديا، media types paid owned و earned. خلينا نشوف كيف هدول بيعملوا intersection مع بعض. إذا بتتفرجوا على الفيجر اللي قدامنا على السلايد بتلاقوا عندنا هون الـ earned media، زي ما أنا قلت لكم الـ earned media هون إحنا بنيجي بنحكي عن الشيرينج، منشنز، شيرز، ريبوست وريفيوز، هدول بنسميهم earned media. في عندنا الـ paid media، الوسائل المدفوعة باي بير كليك ممكن يكون شكلها، أو ديسبلاي ادز اللي هي الإعلانات، أو ريتارجيتينج، أو بيد انفلونسرز ندفع للمؤثرين عشان يعملوا لنا دعايات، أو بيد كونتنت بيكون كونتنت إحنا بدنا ننشره
عم نعمل له برضه، عم ندفع للأساس يصير في عنا كونتنت ويعملوا لنا دعاية للكونتنت تبعنا، وفي عنا سوشيال ميديا ادز. هون احنا بنيجي بنحكي عن الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هدول بيد ميديا، وسائل مدفوعة. وعندنا هون الاوند ميديا اللي هي خلينا نحكي اللي احنا بنمتلك هالوسائط المملوكة، هون زي الويب سايت، الموبايل سايت، البلوك سايت، سوشيال ميديا شانلز، قنوات السوشيال ميديا اللي احنا بنمتلكها. بنشوف هون انه لازم يكون في عملية تفاعلية بين هدول الثلاث انواع. اذا كنا عم نحكي انه إذا كان في عنا earned media و paid media مع بعض، معناته هون بصير في عنا push sharing and engagement with paid promotion، إنه رح يصير في عنا رح ندفع الشيرينج اللي هي المشاركة والتفاعل مع ال paid promotion. هاي المنطقة. المنطقة الثانية هون إذا كانت paid media و earned media، رح يصير في عنا gain more exposure to web properties with SEO and PPC. إذا كان كنا عم نحكي عن الـ earned media والـ owned media، هي عبارة إذا التقوا مع بعض بكون عندنا الـ SEO اللي هو تحسين محركات البحث، الـ brand content derived earned media بجيب لنا earned media sharing and traffic اللي هي المشاركة، واللي traffic إنه يصير في عندنا عدد كبير على المواقع تبعونا. هلأ أهم شغلة هدول الثلاث أنواع الـ earned media والـ paid media والـ owned media إذا تفاعلوا مع بعض بطريقة صحيحة وتكاملوا مع بعض، رح يطلع عنا comprehensive marketing strategy، رح تطلع عنا استراتيجية تسويقية شاملة. عشان نحصل على استراتيجية تسويقية شاملة فعالة كفؤة، لازم نعرف ندير هدول الثلاث أنواع من الميديا اللي هي الـ earned media، paid media و owned media. هلا رح نحكي انا وياكم عن الكي فيتشرز اوف ديجيتال ماركتينج استراتيجي. هون لما نيجي نحكي عن الكي فيتشرز اوف ديجيتال ماركتينج استراتيجي، رح نحكي عن التفاعل والتكامل بين القنوات الرقميه والتقليديه. لما نحكي لازم يكون في عندنا انتر اكشن، مش بس انتر اكشن، انتجريشن بين ديجيتال شانلز اند تراديشنال شانلز. لما يصير في عندنا هذا الانتر اكشن، التكامل والاندماج ما بين قنوات التسويق الرقمية وقنوات التسويق التقليدية، معناته هذا باب من أبواب النجاح لعمل استراتيجية أو تطوير استراتيجية ديجيتال ماركتينج فعالة. بيحكوا لنا الديجيتال ماركتينج استراتيجي is essential، كتير ضرورية ومهمة. A channel marketing strategy and it needs to be integrated with other channel as a part of multi-channel marketing. أنا وياكم قبل هيك حكينا عن المالتي-channel marketing وحكينا قديش هي مهمة. فعشان يصير في عنا effective digital marketing strategy، عشان يكون في عنا استراتيجية تسويق رقمي فعالة، لازم هاي الاستراتيجية خلينا نحكي تتمتع او تترتب او عشان تكون فعالة، لازم يكون في عنا عدة نقاط تأخذها بعين الاعتبار لما نعمل هاي الاستراتيجية. اول شغلة هون عنا هاي الاستراتيجيات must be aligned with business and marketing strategy. ايش يعني؟ لازم تتماشى مع استراتيجية الاعمال والتسويق، لازم تكون برضه be consistent with the type of customer who use and can be effectively reached through the channel. هون لازم تكون متسقة مع أنواع العملاء الذين يستخدمون أو اللي بنقدر نوصل لهم بفعالية من خلال القنوات التسويقية أو الترويجية. خلينا نحكي إذا كانت الاستراتيجية بتماشى مع استراتيجية الأعمال والتسويق، وكانت برضه متسقة مع أنواع العملاء وعم بتراعي أنواع العملاء، فهون إحنا ممكن نحكي إنها هاي effective digital marketing استراتيجي. برضه في عنا بعض النقاط الثانية. أول إشي لازم تحديد مزيج أدوات الاتصال الأونلاين والأوفلاين لجذب الزوار إلى المواقع، أو بتساعد على التفاعل مع العلامة التجارية من خلال الوسائط الرقمية. كل ما إحنا حددنا الخليط من أدوات الاتصال الأونلاين والأوفلاين، مزجناهم بالطريقة الصح وقدرنا نجذب زبائن attract visitors صح
to the website، معناته احنا قادرين ان ننهض بهاي الاستراتيجية ونستخدم الديجيتال ميديا الصحيحة. فهون بتكون عندنا الاستراتيجية اكثر فاعلية. برضه في عندنا نقطة كثير مهمة اللي هي support the customer journey through the buying process as they select and purchase a product using the digital channel in combination with other channels. هون أنا زي ما أنا حكيت لكم في عنا رحلة العميل، لازم هاي الاستراتيجية تدعم رحلة العميل خلال عملية الشراء أو خلال عملية التفاعل، خلينا نحكي مع العلامة التجارية، أو أثناء اختيار أو شراء المنتجات. هلأ هو كتير بيكون في عنده تاتش بوينتس، وبيكون كتير عم بيستخدم قنوات رقمية، فعشان هيك لازم تدعم هاي الاستراتيجية رحلة العميل بحيث إنها تكون رحلة ناجحة تماما ويوصل العميل لمرحلة اللويالتي. برضه لازم هاي الاستراتيجيات to manage the online customer life cycle through the stages of attracting visitors to the websites, converting them to into customer and retention and growth. هون برضو زي ما انا حكيت لكم لازم إدارة دورة الحياة العملاء عبر الإنترنت من خلال مراحل جذب الزوار إلى الموقع وتحويلهم إلى عملاء والاحتفاظ بهم والنمو، أي إنه يكثر عندنا عدد العملاء. هيك بتكون استراتيجية استراتيجية ديجيتال ماركتينج استراتيجي فعالة كتير إذا إحنا راعينا هاي النقاط اللي أنا وياكم كنا عم نحكي عنها، وخصوصا دورة حياة أو خلينا نحكي رحلة العميل وهو عم بتعامل مع العلامة التجارية. هلأ رح نحكي أنا وياكم عن الـ benefits of digital marketing اللي هي فوائد التسويق الرقمي. As we know, marketing is the management process responsible for identifying, anticipating and satisfying customer requirement profitability. يعني التسويق هو عمليات الإدارة المسؤولة عن تحديد، تقدير أو توقع وإرضاء متطلبات ربحية العملاء. Digital marketing can be used to support these aims as follow. كيف التسويق الرقمي رح يستخدم هدول الـ identifying, anticipating و satisfying أساس إنه يوصل للأهداف المرجوة. لما نيجي نحكي أنا وياكم عن identifying، معناته هون إحنا بنيجي بنحكي كيف يتم استخدام الإنترنت، how the internet can be used for marketing research to find out customer needs and wants. يعني كيف نستخدم الإنترنت في بحوث التسويق عشان نوجد حاجات ورغبات العملاء. الشغلة الثانية اللي هي الـ anticipating، يوفر الإنترنت زي ما إحنا عارفين the internet provides an additional channel by which customer can access information and make purchase. وكيف إنه الإنترنت عنده قنوات إضافية يمكن للعملاء الدخول من خلالها للحصول على معلومات وعمل عمليات الشراء. أما النقطة الثالثة لما نيجي نحكي satisfying، معناته إحنا هون بنحكي الوصول إلى رضا العملاء من خلال القنوات الإلكترونية مثل استخدام مواقع الويب. لما نستخدم موقع الويب كيف إنه المفروض إنه يكون easy to use، سهل الاستخدام وغيرها. هيك بنكون احنا تعرفنا على 3 نقاط: الـ identifying, anticipating والـ satisfying. هلا رح ننتقل انا وياكم لموضوع اللي هو how to quantify and introduce different type of goal as part of developing digital strategy development based on the 5S. هلا لما نيجي نحكي هون عم نحكي كيف رح نحدد او how to set the right goals for improving digital marketing استراتيجي، كيف نحدد الجولز الصحيحة الأهداف الصحيحة على أساس نطور استراتيجيات التسويق الرقمي. بنقدر نطورها من خلال الفايف أس. خلينا نتعرف على الفايف أس إيش هم. أول شغلة في عنا سيل أو جرو سيلز، هون إحنا بنحكي include direct online sales, online sales and sales from offline channels if influenced online. يعني هون إحنا بنيجي بنحكي لما نيجي نحكي سيل يشمل المبيعات عبر الإنترنت المباشرة أو المبيعات أوفلاين عبر قنوات تقليدية، وكيف إنه هاي القنوات التقليدية تتأثر في الأونلاين. الشغلة الثانية رح نحكي عن السيرف أو أد فاليو، هون إحنا بنحكي تتحقق هاي النقطة من خلال منح العملاء مزايا إضافية عبر الإنترنت. كيف؟ أو عن طريق الإبلاغ عن تطوير المنتجات من خلال الحوار والتعليقات عبر الإنترنت ممكن أن نخلق قيمة أو نقدم
خدمة. النقطة الثالثة اللي هو speak أو get closer. speak إنك نتحدث أو نقترب أكثر من العملاء. كيف ممكن إن نقترب أكثر من العملاء، نتقرب إلهم؟ عن طريق إنشاء حوار ثنائي الاتجاه من خلال تفاعلات الويب. يعني ممكن يكون عندنا منتديات، ممكن يكون في عندنا استطلاعات أو إجراء أبحاث السوق عبر الاستطلاعات الرسمية ومراقبة المحادثات. كل ما حكينا أكثر وتفاعلنا أكثر منا انتر أكشن مع الكونسيومرز، كل ما كنا عم نعمل تفاعل، كل ما كنا عم نخلق طريقة للاتصال ما بين البزنس تبعنا وما بين الكاستمرز. النقطة اللي بعدها اللي هي سيف أو سيف كوست، هون إحنا بنيجي بنحكي وفر أو توفير التكلفة. كيف تتحقق توفير التكلفة؟ من خلال اتصالات البريد الإلكتروني أو المبيعات ومعاملات الخدمة عبر الإنترنت. لما نستخدم بريد الإلكتروني، المبيعات وكل المعاملات تبعنا تكون من خلال الإنترنت، معناته إحنا هون عم بنقلل تكاليف الموظفين والطباعة والبريد. كل ما حاولنا نستخدم أشياء ديجيتال أكثر، كل ما إحنا عم بنقلل بالكوست وعم بنحقق وفرات مالية. النقطة اللي بعدها سيزل أو إكستند ذا براند أونلاين، هاي يتم تحقيقها اللي هي الانتشار أو كيف نوسع العلامة التجارية أونلاين. بيتم تحقيقها من خلال تقديم مقترحات جديدة وعروض جديدة وخبرات جديدة عبر الإنترنت، بما في ذلك إنه إحنا بنقدر نعمل بناء للمجتمعات. سيزل، لما نيجي نحكي سيزل is about building your brand online، كيف نبني البراند تبعتنا أونلاين. هدول هم الفايف اس اللي لازم نكون عارفينهم عشان نقدر نكون عاملين set the right goals for improving digital marketing strategy. هذا السلايد رح نعرف how the internet can potentially be used to achieve for strategic direction. هلا احنا لما نستخدم الانترنت بكون احنا امامنا اكثر من استراتيجيه او اربع استراتيجيات او اربع توجهات للاستراتيجيات نقدر إننا نستخدمها. أول إشي في عنا الماركت بينتريشن، هون إحنا بنيجي بنحكي اللي هي اتجاهات اللي هي اختراق السوق. إيش يعني اختراق السوق؟ ليش الإنترنت بيسمح لنا باختراق السوق؟ أي بيع المزيد من المنتجات الموجودة في الأسواق الحالية. إحنا من خلال اختراق السوق نقدر إننا نبيع المنتجات الموجودة في الأسواق الحالية. برضه الدايركشن اللي بعده اللي هو تطوير السوق. لما أنا أجي أحكي ماركت ديفلوبمنت، معناته احنا هون عم نستخدم الانترنت to sell into new geographical markets، عم ندخل على اسواق جديده او اسواق جغرافيه جديده. taking advantage of the low cost of advertising internationally without the necessity of for a supporting sales infrastructure in the customer countries. هون احنا بنحكي انه احنا بنستفيد من التكلفه المنخفضه للاعلان دوليا. ما في داعي انه يكون في عنا بنيه تحتيه في بلدان العملاء، لا، احنا عم بنطور السوق، عم بنبيع في اسواق جغرافيه جديده من خلال الانترنت، ومن وبرضه تكلفتها كثير منخفضه علينا. البعد اللي بعده اللي هو البرودكت ديفلوبمنت اللي هو تطوير المنتجات. هون ايش احنا بنحكي؟ new products or services are developed that can be delivered by the internet. في عنا بعض المنتجات والخدمات ممكن ان نطورها ونوصلها من خلال الانترنت، زي لما نيجي نحكي digital products اللي هي المنتجات الرقميه. برضه نقدر نعمل من خلال الانترنت diversification. لما نيجي نحكي diversification معناته احنا هون عم نحكي عن التنوع او التنويع. طبعا احنا بنعرف ان الانترنت يدعم بيع منتجات متطوره وجديده، يتم تطويرها وبيعها في اسواق جديده. معناته احنا هون بنقدر نعمل منتجات جديده ونطورها وندخل اسواق جديده، فهون بصير في عندنا تنوع في نوع البرودكتس ونوع الاسواق او تعدد الاسواق. هلا رح نحكي انا وياكم عن نماذج الاعمال الرقميه او البيزنس اند كونسيومر بزنس مودلز. عم نستخدم هاي الاعمال نماذج الاعمال كنوع من تطوير الاستراتيجيات. طبعا تطلب المنظمات توضيح نوع نماذج العمل التي يحتاجون لتطويرها. عندنا اكثر من نوع نموذج للعمل. عندنا اول شيء اللي هو بزنس تو كونسيومر بي تو سي. لما نحكي بزنس تو كونسيومر
احنا بنحكي هون commercial transaction between an organization and consumers. رح يكون في عندنا هناك transaction، تبادلات، تعاملات تجارية ما بين ال organization وال consumer. كيف يعني؟ businesses sell directly to their end users. البزنس هون ببيعوا direct مباشرة لل end users، هاي بنسميها business to consumer. عندنا برضه business to business P2P. هون احنا بنيجي بنحكي commercial transaction between an organization and other organization. بصير في عندنا inter-organizational marketing اللي هو بتكون الأعمال عم بتبيع لأعمال ثانية، عم تعمل تجارة إلكترونية مع أعمال ثانية. A business sells its product or service to another business. النوع الثالث اللي هو direct to consumer. لما نيجي نحكي direct to consumer يعني مباشرة للكونسيومر، هون businesses sells its own product، منتجاتها directly to its end customers، يعني بتبيع المنتجات تبعتها directly مباشرة للend customers، للزبائن، لا الزبائن، without the help of third party. هون ما بدخل عندنا third party أو intermediaries أو اللي هم الوسطاء أو wholesalers أو whatever مين راح يكون الثيرد بارتي. فلما نحكي direct to consumers معناته إحنا هون لغينا دور الثيرد بارتي، الجهة الثالثة. بعد هيك في عنا consumer to consumer. هون إحنا بنيجي بنحكي business connect consumers to exchange goods. البزنسز بربطوا الكونسيومرز مع بعض على اساس انهم يستبدلوا او يتبادلوا الجودز اند سيرفيسز اللي هي المنتجات والخدمات. and typically make their money make their money by charging transaction or listing fee. البزنس شو بيحصل لما انه يعمل خلينا نقول لما يتبادلوا الكونسيومرز مع الكونسيومرز الترانزاكشن، بزنس شو بيربح عندنا هون؟ هون البزنس بياخذ الماني تبعه باي تشارجنج ترانزاكشنز في، بياخذ عموله على هاي التبادلات، فهيك بحقق الارباح. في عندنا بعد هيك اللي هو كونسيومر تو بزنس. الكونسيومر تو بزنس هون احنا بنيجي بنحكي allow individuals to sell goods and services to companies. هون الانديفيدجوالز هم اللي بيبيعوا المنتجات والخدمات للشركات. كيف؟ A site might enable customers to post the work they want to be completed and have businesses bid for the opportunities. هون السايت ممكن انها تخلي الكاستمر انهم يعرضوا الورك تبعهم they wanted to be completed and have business bid، وبعدين بعدين الشركات او البزنسز ببلشوا يعملوا زي خلينا نحكي مزاوده على هاي البرودكتس اللي عم ببيعها الكاستمرز، فهذا بنسميه كاستمر تو بزنس. في عندنا بزنس تو جوفرمنت. هون الاي كوميرس موديل وير ا بزنس سيلز اند ماركت اتس برودكت تو جوفرمنت انتيتيز. هون البزنس ببلشوا يبيعوا البضاعة تبعتهم أو المنتجات تبعتهم أو الخدمات تبعتهم to government. عندنا هون الـ e-government the use of internet technologies to provide government service to citizen. هون إحنا بنستخدم الـ government تستخدم الإنترنت تكنولوجيا الإنترنت أساس to provide government services، أساس إنهم يعطوا خدمات حكومية للمواطنين تبعونهم. هيك إحنا بنكون عددنا أكثر من نوع: business to customer, business to business, direct to customer model، وعندنا customer to customer و customer to business وال e-government، أو عندنا برضو business to government. هذا هو business model اللي إحنا تعرفنا عليه. طيب بعد هيك رح نيجي نحكي what is the difference between e-commerce and digital business. شو الاختلاف ما بين ال e-commerce and digital business؟ طب قبل ما نعرف شو الفرق بيناتهم خلينا نميز المعنى تبعهم. لما نيجي نحكي انا وياكم انه عندنا electronic commerce او e-commerce، معناته احنا هون بنحكي عن التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه هون احنا بتشير التجاره الالكترونيه الى كل المعاملات الماليه والمعلومات والمعلوماتيه التي تتم بوساطه الكترونيه. معناته عندنا معاملات ماليه معلوماتيه، عندنا وساطه الكترونيه بين منظمه واي طرف ثالث نتعامل مع. فالتجاره الالكترونيه هون تتضمن اداره معاملات المبيعات عبر الانترنت
وبرضه المعاملات غير المالية مثل استفسارات خدمة العملاء وعمليات بث البريد الإلكتروني. فهون إحنا بنقدر نحكي إنه التجارة الإلكترونية مفتوحة لجميع المؤسسات عبر الإنترنت، متاحة. طب إيش أنواعها؟ زي ما أنا شرحت لكم بالموديل قبل شوي، عندنا بزنس تو بزنس، بزنس تو كاستمر، كاستمر تو كاستمر، وكاستمر تو بزنس، وبزنس تو ادمنستريشن، وعندنا كونسيومر تو ادمنستريشن. هدول هم انواع الاي كوميرس. هلا رح نتعرف انا وياكم على ايش هو الالكترونيك بزنس. هلا هون احنا بنيجي لما نيجي نحكي عن الالكترونيك بزنس بنحكي عن الاعمال الالكترونيه. لما نحكي عن الاعمال الالكترونيه هون احنا بنحكي الاعمال الالكترونيه بتشبه التجاره الالكترونيه، بس الاعمال الالكترونيه زي ما احنا بنعرف هي اوسع، براودر سكوب، أوسع نطاقا، وتشير إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لإدارة مجموعة من العمليات التجارية. طب شو هي العمليات التجارية؟ ممكن تتضمن التجارة الإلكترونية الإي كوميرس، برضو العمليات التجارية الداعمة الأخرى زي البحث، تطوير العمليات، التسويق، التصنيع، الخدمات اللوجستية، الخدمات الصادرة والواردة اللوجستية. معناتهم إحنا هون لما نيجي نميز بين الإلكترونيك بزنس، الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، بنحكي إنه الأعمال الإلكترونية عبارة عن تواجد إلكتروني للأعمال التجارية، أما التجارة الإلكترونية هي أحد فروع الأعمال الإلكترونية. معناته التجارة الإلكترونية فرع للأعمال الإلكترونية. لما نيجي نحكي عن الأعمال الإلكترونية نحكي عن التواجد الإلكتروني للأعمال التجارية. هيك بنكون ميزنا ما بين الإلكترونيك بزنس والإي كوميرس بزنس. طيب هلا هون رح نحكي انا وياكم على different forms of functionality of digital presence. في عنا اشكال مختلفة لوظائف الحضور الرقمي. هلا احنا بنكون موجودين رقميا او عنا تواجد رقمي للبزنس تبعنا او للكمباني تبعتنا. طيب هلا في عنا اهداف للتواجد الرقمي، ليش احنا موجودين اونلاين؟ في عنا عدة أمور، ممكن يكون هدفنا ترانساكشنال إي كوميرس، وممكن يكون سيرفيس أورينتد ريليشن شيب بيلدينج فور ليد بيلدينج أند سبورت. ممكن يكون إحنا متواجدين أونلاين، عنا أونلاين بريزنس عشان يكون في عنا أو بنحاول نعمل براند بيلدينج أو ببلشر أو ميديا سايتس أو سوشيال نتورك أو كوميونيتي. هلا الأهداف كتيرة وكل منظمة بتكون عارفة إيش الهدف اللي بدها إياه. خلينا نفسرهم أكثر. هلا إذا اطلعنا إحنا هون على الترانزاكشنال إي كوميرس، إيش بتيح لنا الترانزاكشنال إي كوميرس؟ الترانزاكشنال إي كوميرس هون بتيح لنا شراء المنتجات عبر الإنترنت، يعني to purchase a product or services online. برضه والمساهمة التجارية الرئيسية للموقع من خلال بيع هذه المنتجات، يعني بيتيح لنا شراء المنتجات وبرضه بيع هذه المنتجات. برضه الـ transactional e-commerce support the business by providing customer service، بيكون عندنا خدمة عملاء and information for consumers who prefer to purchase a product offline. يعني في عندنا بعض الـ consumers ما بيحبوا يشتروا اونلاين، بيحبوا يشتروا الـ products offline. طب الاونلاين احنا ايش بنقدر نوفر لهم او نعمل لهم added value online؟ احنا بنقدر نعطيهم معلومات عن الخدمات والمنتجات اللي احنا عم بنبيعها، هاي بنسميها ترانزاكشنال اي كوميرس. هلا ممكن يكون الهدف تبعنا مثلا بناء علاقات موجهه. لما نيجي نحكي هون احنا عن بناء علاقات، سيرفيس اورينتد ريليشن شيب بيلدينج فور ليد بيلدينج اند سبورت، هون بنكون احنا بنوفر معلومات لتحفيز الشراء عشان نحفز الكونسيومر او ستيمولييت purchase، نحفز على الشراء، وبرضه to build relationship عشان نبني علاقات مع الزبائن. برضه يمكن يكون عندنا يتم توفير المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني، أي معلومة إحنا بدنا نوفرها بنوفرها من خلال الموقع الإلكتروني أو النشرات الأخبارية الإلكترونية تبعتنا، الإي-نيوزلتر ممكن، أو عن طريق الويب سايت ممكن إنه نوفر معلومات عن خصائص، فوائد، أهمية المنتجات تبعتنا. وبرضه ممكن نستخدم
نستخدم العلاقات هون على اساس انه نبلغ عن قرارات الشراء اللي عم بتتم عن طريق الموقع الالكتروني. برضه هذه المواقع تضيف قيمة للعملاء الحاليين. كيف بنضيف قيمة للعملاء الحاليين من خلال هذه المواقع؟ من خلال تزويدهم في معلومات مكثفة. وأيضا من وظائف الـ functionality of digital presence التواجد الرقمي، أو وظائف التواجد الرقمي لبعض المواقع for some type of sites or applications. هنا بيعطونا هاي المواقع والتطبيقات بتزودنا في خبرات ومعرفة لدعم العلامة التجارية. هلا العلامة التجارية هاي مش شرط تكون هاي العلامة التجارية إلها ظهور على الأونلاين، بس من خلال البيلدينج البراند بيلدينج نقدر إن نزود معلومات عن العلامة التجارية، خصائصها، أهميتها، فوائدها، عشان يصبح لهاي العلامات اللي ما إلها ظهور على الإنترنت أو الأونلاين بصير إلها تجربة أونلاين إكسبيرينس. فالبراند بيلدينج هي واحدة من الوظائف التواجد على واحدة من وظائف الديجيتال بريزنس على الإنترنت. في عنا برضه اللي هي بعد هيك رح ننتقل أنا وياكم لآخر وظيفة تقريبا، أو آخر وظيفتين خلينا نحكي. في عنا ببلشر أور ميديا سايت. هاي المواقع بيستخدموها عشان يزودونا في أخبار أو أخبار ترفيهية، معلومات حول موضوعات متعددة، وأيضا إعلانات. وبرضه خلينا نحكي المثال عليها أفلييت ريفينيو موديل. هون إحنا بيكون في عنا بيقدروا بعض المواقع يطلعوا عائد من هاي الموديلات اللي عم بيستخدموها، فبيكون هون هدفهم بس النشر على الميديا سايتس. برضه من وظائف التواجد الرقمي سوشيال نتورك اور كوميونيتي. لما نحكي سوشيال نتورك اور كوميونيتي، هون هاي المواقع او اجزاء من المواقع بتمكن من التفاعل المجتمعي على مواقعها. هلا التفاعل المجتمعي بيكون بين مستهلكين مختلفين. هاي التفاعلات تشمل نشر تعليقات، ردود على التعليقات، إرسال رسائل، تقييم المعلومات. طبعا الأمثلة عليها زي الفيسبوك، الانستغرام، لينكد إن، وسناب شات. هون بيكون في عنا تفاعل وتواصل بين الكاستمرز. هيك بنكون خلصنا وظائف الديجيتال بريزنس. رح ننتقل هلا ل التحديات challenges أو the drivers and barriers to digital transformation. إحنا بنعرف في عنا تحديات كتيرة لاستراتيجيات التسويق الرقمي وإدارة استراتيجيات التسويق الرقمي. لما دخل عنا التحول الرقمي صار في عنا أهمية أكبر، more importance، لإيش؟ لدمج التكنولوجيا الرقمية في جميع المجالات. لما نتذكر شرحنا قبل هيك عن الداتا، وشرحنا عن البلاتفورمز، عن الفايف ديز كاملين. فهلا صار لازم اذا بدنا نعمل تحول رقمي ندمج التكنولوجيا الرقميه في جميع الاعمال التجاريه. لما ندمج هاي التكنولوجيا الرقميه في الاعمال التجاريه رح يصير في عندنا تغير جذري على هذا البزنس. كيف الناس او كيف العملاء رح يدركوا المنتجات والخدمات، او كيف راح يدركوا البزنس. ايضا راح ندخل في بعض التشالنجز المتعلقه في الامور الثقافيه، فعشان هيك المؤسسات لازم تعمل كوب وتواكب كل التحديات اللي ممكن تظهر إلها من خلال اذا دخلت في التكنولوجيا الرقميه او دخلت التكنولوجيا الرقميه في مجالات الاعمال تبعتها. فعشان هيك لازم تكون المؤسسات مستعده لهذا الوضع. هلا احنا لما نحكي مشاكل تكنولوجيه، هون احنا بنحكي عن مشاكل كتير او تحديات كتير او تشالنجز كتير، زي اللي هي الامور السياسيه، الاقتصاديه، الاجتماعيه، التكنولوجيه، الثقافيه. هدول احنا بنحكي عن عوامل خارجيه، وبرضه في عندنا عن عوامل داخليه. هدول التشالنجز رح نستعرضهم في شابتر 2 إن شاء الله. فعشان هيك لازم بغض النظر عن أي نوع تشالنجز الشركة عم بتمر فيه أو التحدي عم بتمر فيه الأعمال اليوم، لازم تكون مستعدة وتكتشف قدرات المنظمة تبعتها أو قدرات الأعمال تبعتها على إنها تواكب أو بتقدر خلينا نحكي تواكب هاي التشالنجز، او انها تصد هاي التشالنجز، او انها تتغلب عليها. فهلا رح ندرس كيف هاي الاعمال او البزنسز
ممكن إنها يكون في عندها قدرات مستقبلية لمواجهة هاي التحديات اللي بتفرضها عليها القنوات الرقمية الجديدة. هلا في عندنا the seven C's are useful framework for reviewing an organization existing and future capabilities to meet the challenges posed by the new digital channels. هون احنا بنحكي انه استراتيجيات المنظمة عم بتواجه كتير challenges. طب كيف بدنا نعرف قدرات هاي المنظمة الحالية والقدرات المستقبلية للمنظمة اللي احنا شغالين فيها عشان تواجه هاي التحديات اللي بتفرضها القنوات الرقمية الجديدة؟ فلازم تتبع نموذج السيفن سيز. هلا هذا نموذج السيفن سيز ببين لها ايش هي القدرات اللي عندها او كيف عندها امكانيات انها تواجه هاي التحديات اللي بتواجهها من خلال التكنولوجيا الرقمية الجديدة أو إدخال التكنولوجيا الرقمية. الـ 7 Cs اللي إحنا عم نحكي عنهم هم عبارة عن استراتيجي، structure، system، style، stuff، والـ skills. خلينا نشوفهم نتعرف عليهم. هلأ زي ما إحنا شايفين عندنا أول إشي هون إحنا بنحكي على الاستراتيجية. لما نيجي نحكي عن الاستراتيجية المنظمة بنحكي عن the significance of digital marketing in influencing and supporting the organization strategy. هلأ إحنا عندنا قلنا الاستراتيجية ممكن نعدل عليها أو نغير فيها بعض الأشياء أو نخليها مرنة أكتر حتى تستقبل التقنيات الجديدة لاستخدام التسويق الرقمي. فأول شغلة ممكن إن نواكبه أو نعدل عليه عشان نواجه هاي التحديات، أول إشي لازم ندرس الاستراتيجي تبعتنا. عشان ندرس الاستراتيجي تبعتنا رح ندرس كتير أشياء. ممكن نحاول مثلا على سبيل المثال إيجاد تقنيات لاستخدام التسويق الرقمي التي تؤثر على استراتيجية التسويق واستراتيجية المنظمة. هاي أول شغلة اللي هي الاستراتيجي. الشغلة الثانية اللي هي الاستراكتشر. لما أنا أجي أحكي هون استراكتشر معناته إحنا لازم نعمل تعديل للهيكل التنظيمي للمنظمة تبعتنا، البزنس تبعنا، لدعم التسويق الرقمي. إحنا بنعرف بكون في عنا هيكل تنظيمي، بس مجرد ما دخلت التكنولوجيا الرقمية معناته هذا الهيكل رح نجري عليه بعض التعديلات عشان ندعم التسويق الرقمي. حاطين key issues في الـ structure زي الـ integration of digital marketing and e-commerce teams with other management. كيف إننا نعمل تكامل ما بين الـ digital marketing والتجارة الإلكترونية اللي هو فريق التجارة الإلكترونية والـ digital marketing والتسويق الرقمي مع الـ management مع الإدارة أو مع موظفين التسويق. هاي بعض الـ key issues اللي ممكن تظهر لنا أساس إنه إحنا نعدل على هذا الـ structure. في عنا برضه النقطة اللي بعدها اللي هي السيستم. لما نحكي هون سيستم معناته إحنا هون كيف نطور عمليات أو إجراءات أنظمة معلومات محددة لدعم التسويق الرقمي. كيف نغير؟ لما نيجي نحكي عن سيستم معناته هو بيشمل الإجراءات والعمليات الداخلية للمنظمة أو أنظمة المعلومات في المنظمة. كيف رح نغير على هاي الإجراءات والأنظمة عشان تدعم التسويق الرقمي؟ من الكي إيشوز عليها القضايا الهامة عليها زي مثلا كيف نعمل إدارة جودة للمحتوى أو كيف نخطط الحملات الترويجية ونوجهها. هون إحنا بنكون بنحكي عن السيستمز. إذا حكينا استراتيجي structure system احنا بنحكي عن hard elements مكونات صلبة. بعد هيك في عنا اللي هو اللي staff برضه عشان نقدر نواكب التحديات ونشوف قدرات المنظمة بنشوف الستاف اللي عنا، هل هذا الستاف قادر على مواكب التغيرات والانتقال إلى التسويق الرقمي ولا مش قادر؟ فلازم نشوف هون خلفيات الموظفين، خصائصهم، نعمل لهم إعادة توزيع، نعمل لهم تدريب على التكنولوجيا الرقمية الجديدة والتسويق الإلكتروني. فهون إحنا لازم نعمل staff development and training للستاف الموجود عندنا والموظفين. برضه في عندنا نقطة اللي هي الستايل. احنا بنعرف انه كل منظمة إلها طريق أو أسلوب بتصرفوا فيه المديرين والموظفين، هذا بنسميه الأسلوب الثقافي أو الكلتشر للمنظمة أو النمط ككل. لازم نشوف الكلتشر تبعت المنظمة، هل هو كلتشر منفتح مرن أو إنه مغلق ومسكرين أذانهم مش عم بسمعوا. فعشان هيك لما نيجي نحكي بنغير الستايل بحيث إنه يدعم التسويق الرقمي. برضه في عنا هون السكيلز.
السكيلز اللي هي القدرات المميزة للموظفين. لما نشوف السكيلز تبعون الموظفين، هل عندهم سكيلز مثلا في البروجكت مانجمنت؟ هل عندهم سكيلز مهارات في إدارة المحتوى الكونتنت مانجمنت؟ هل عندهم سكيلز بعض الاي ماركتينج ابروتشز؟ هل عندهم سكيلز مهارات في بعث الايميلات التسويقية او الاونلاين ادفرتايزنج؟ اذا ما كانت عندهم هاي السكيلز، لازم ننمي هاي السكيلز عندهم اساس نقدر نواكب التحديات اللي بتفرضها علينا القنوات الرقمية الجديدة. برضو في عندنا subordinate goals. هون احنا بنحكي ايش يعني a goal that can be attained only if the members of two or more groups works together. كيف بيشتغلوا مع بعض هذول؟ ما بنقدر نوصل لهاي ال subordinate goals إلا إذا كانت teams كلياتهم عم بيشتغلوا مع بعض وعم بدعموا بعض وعم بتبادلوا المهارات تبعونهم والجهد تبعهم والريسورسز تبعونهم. فلازم يتعاونوا مع بعض، يتكاتفوا مع بعض عشان تقدر المنظمة تحسن قدراتها أو تقدر تتغلب على التشالنجز اللي بفرضها عليها التكنولوجيا الرقمية. هيك بنكون أنا وياكم حكينا عن السفن سيز. خلينا نستعرضهم هون. هون زي ما انتم شايفين قلنا عندنا استراتيجي، عندنا ستراكشر، عندنا سيستم، عندنا شيرد فاليو، عندنا ستايل النمط، وعندنا الستاف اللي هم العاملين، وعندنا السكيلز. هدول الاس الاستراتيجي والستراكشر والسيستمز نعتبرهم هارد اسيز. الهارد اسيز هدول in this case refers to something formal. هدول بكونوا كتير فورمال، كتير رسمي، tangible، ملموسين، measurable، قادرين على قياسهم هل هم كانوا صحيحين أو لا. أما بالنسبة للسوفت سكيلز هذول رح نحكي إنهم هم less formal، أقل رسمية، difficult إن نقيس المفاهيم تبعتهم ونحكم عليها لأنهم soft skills بدخل فيهم أشياء نفسية وأمور نفسية وغيرها، فصعب إن نحكم عليهم أو نقيس هاي المفاهيم. بعد هيك رح ننتقل أنا وياكم لموضوع اللي هو الديجيتال ميديا شانلز. لما نحكي عن ديجيتال ميديا شانلز معناتهم إحنا هون عم نحكي عن قنوات الوسائط الرقمية. هلا إحنا بنعرف الديجيتال ميديا شانلز هي عبارة عن تقنيات اتصال عبر الإنترنت مستخدمة لتحقيق أهداف. إيش الأهداف اللي رح نحققها من خلال تقنيات الاتصال عبر الإنترنت؟ الاونلاين كوميونيكيشن تكنيكس. اول شيء بنحكي انه الوعي في العلامه التجاريه، اللي هو انه يكون في عندنا ننشر الوعي الاويرنس في العلامه التجاريه للتريد مارك، او الالمام بالعلامه التجاريه، يصير في المام على العلامه التجاريه، عارفين شو خصائصها، فوائدها، معلومات عنها. وبرضه هاي التقنيات بتاثر على نيه الشراء، هل هناك نيه في الشراء او بتحسن نيه الشراء او بتطور على نيه الشراء. كيف تتم عملية التأثير على نية الشراء؟ من خلال تشجيع مستخدمي الوسائط الرقمية على زيارة موقع الويب. لما يزوروا موقع الويب عندنا بتفاعلوا مع العلامة التجارية أو المنتج، فهذا بيأثر على نية الشراء لأنه بصير في عندهم اوريدي عندهم وعي، اوريدي عندهم إلمام بالعلامة التجارية. هون إحنا بنشجعهم على عملية الشراء. هلا الشراء عبر الإنترنت أو بدون إنترنت من خلال الوسائط التقليدية مثل الهاتف، هلا أنا ممكن أشجعهم من خلال إنهم يستخدموا الإنترنت أو من خلال الوسائط التقليدية. هلا بعد هيك رح ننتقل أنا وياكم لموضوع اللي هو إيش هم القنوات اللي رح تساعدنا، إيش هي القنوات الوسائط الرقمية Digital Marketing Communications. رح نستعرض أكمن قناة من هاي القنوات على أساس إننا نتعرف عليها. في عنا أول إشي إشي اسمه Display Ad. Display Ad هو عبارة عن إعلان Display بيستخدم وحدات الإعلان الرسومية. هون إحنا بنستخدم الرسومات مثلا او الوسائط الغنيه، يعني نستخدم صوره، فيديو، رسومات في ضمن هاي الاعلانات داخل الصفحه. طبعا بيكون في عندنا صفحه ويب. لما نعمل ديسبلاي اد رح تطلع لنا الاد تبعتنا، الاعلان تبعنا على شكل صوره، فيديو، رسومات. طبعا هاي الاد او الديسبلاي اد بتطلع لنا باعلى او اسفل مقاله منشوره، اذا كان في مقاله منشوره، او بيكون بانر اعلى موقع الويب، يعني بيكون الويب سايت مبين، بيكون في فوق بانر متحرك بتطلع لنا الاعلانات الديسبلاي اد. طب ليش احنا بنستخدم الديسبلاي اد؟ طبعا اول شيء عشان نعمل
تريد مارك اويرنس، ننشر الوعي، ممكن ننشر الألفة للعلامة التجارية، ممكن تفضيلات العلامة التجارية، ممكن نزيد ونحسن من نية الشراء. طب شو الفوائد إن نستخدم هاي الديسبلاي آدز أو نحط بانرز على المواقع الويب؟ في عنا عدة فوائد. أول إشي هي الديسبلاي آدز آر كوست إفكتيف، سكسس آر إيزلي ميجرد، سهل إن نقيسها ونقيس نعمل اناليتيك تحليل لإلها. يو كان ريتارجت يور كاستمرز، بنقدر نعمل اعاده استهداف للكاستمرز تبعونا عن طريق الديسبلاي اد. كرييت انيشال انترست اند بيلد براند اويرنس، زي ما انا قلت لكم بيعمل لنا وعي براند اويرنس. جيفز يور براند ا فيجوال ايدنتيتي، هون بيعطي البراند تبعتنا او خلينا نحكي العلامه تبعتنا هوية مرئية، فيجوال ايدنتيتي، لأن أنا زي ما أنا قلت لكم هون بنستخدم صور فيديوهات رسومات، فهي بتصير هاي الصور والفيديوهات والرسومات عبارة عن اي كاتشنج اد، إنه بتلفت نظرنا للإعلان المعروض في صفحات الويب. هاي هي الديسبلاي اد. هلا ممكن كمان يكون في عندنا البي بير كليك، اللي هو الدفع مقابل النقره. لما نحكي الدفع مقابل النقره او بي بير كليك بي بي سي، ايش هون احنا عم نحكي؟ يشير الى الوقت اللي تدفع فيه الشركه مقابل عرض الاعلانات. هلا اي شركه بتتعمل اعلان او بتعرض اعلان، اوكي، تدفع لهذا الاعلان عشان ينزل عندنا على الموقع او على الصفحات او على نتائج محركات البحث. فبتنزل عندنا الاعلان تبعنا على محركات البحث، تمام. هلا احنا كل اي حدا بكبس على محرك البحث لما يبحث عن هاي الشركة، هون احنا بندفع مقابل هاي النقرة. بالعادة نستخدم keywords، كلمات أساسية من قبل مستخدمي البحث. مجرد ما حطوا الكيوردز هاي ممكن تطلع الإعلانات تبعونا. إذا نقروا على هذا الإعلان أو رابط النص التشعيبي في الإعلان، هون الشركة أو البزنس تبعنا بدفع. ليش؟ لأنه اسمها pay per click. طيب بعد هيك في بعض القنوات الثانية عندنا search engine optimization، اللي هو تحسين محركات البحث. تحسين محركات البحث هي أفضل طريقة لتحسين ظهور المنظمة. لما نحكي إنه أحسن طريقة لتحسين ظهور المنظمة، في نتائج محركات البحث. هلا إحنا لما نبحث عن المنظمة أو عن بزنس، بيطلع لنا على محركات البحث. مثلا لو بحثنا على جوجل، رح يطلع لنا لما نحط اسم البزنس، رح يطلع لنا كذا اسم أو كذا بزنس إحنا عم نبحث عنه أو ضمن الكيوردز اللي إحنا حطيناهم. لما نحكي تحسين محركات البحث، كيف نخلي البزنس تبعنا يطلع من أحسن النتائج أو من أفضل 10 نتائج حسب الكلمات المفتاحية اللي إحنا استخدمناها. طب شو بيساعدنا هاد؟ بيزيد حركة المرور المجانية على موقع الإنترنت تبعنا. فهون بنحكيها سيرش انجن اوبتمايزيشن، كيف نحسن محركات البحث بحيث تظهر منظمتنا من أفضل النتائج على هاي المحركات. مجرد ما حطينا الكيوردز اللي إحنا حاطينها، رح تطلع منظمتنا بأول الصفحات مش الصفحات المتأخرة. هاي بنسميها سيرش انجن اوبتمايزيشن. طبعا اكيد لها طرق كثير رح نتطرق لها فيما بعد. في عندنا بعد هيك اللي هو الافلييت ماركتينج، اللي هو التسويق بالعموله. لما نيجي نحكي افلييت ماركتينج، هون احنا بنيجي بنحكي هو نموذج اعلاني تعوض فيه الشركه ناشري الطرف الثالث. هلا بيكون في عندنا طرف، اكثر من طرف، بيكون في عندنا البزنس وبكون في عندنا طرف ثالث. هلا البزنس بدفع للطرف الثالث طبعا اموال او نقود، خلينا نحكي. ليش؟ عشان هذا الطرف الثالث يحرك لنا او يولد لنا حركة مرور ويعمل لنا ترويج اعلاني عن المنتجات الموجودة عندنا. هدول هم الطرف الثالث، بكونوا عبارة عن شركات تابعة. ايش اللي بخليهم انهم ينشروا الاعلانات والدعايات تبعت البزنس تبعنا؟ انه احنا اوريدي بنعطيهم عمولة على كل عملية ترويج للشركة، فعشان هيك سموها افلييت ماركتينج. اذا بنكون افلييت ماركتينج مثلا لنفرض لامازون، رح ندخل على موقع امازون، رح نختار الافلييت ماركتينج، فاحنا رح نكون زي انه احنا وسطاء عم بنروج لشركة مثلا امازون. فبنصير احنا نشوف البضاعة او المنتجات او الخدمات الموجودة في امازون، احنا كوسطاء هون او كطرف ثالث بنبلش نبيع
هاي المنتجات من خلال كود بيعطونا اياه، هذا الكود بيعطي بعض الخصومات. لما نبلش نروج مثلا لموقع امازون بلشوا الكاستمرز يشتروا منا، احنا هون بناخذ كوميشن على هاي المبيعات، فاحنا بنكون طرف زي انترميدياريز بالنص عم بنبيع ما بين شركة امازون والكاستمرز. هاي بنسميه افلييت ماركتينج، في كتير شركات عندها افلييت ماركتينج بتكون بطريقه رسميه. في عندنا برضه اللي هو الايميل ماركتينج، لما نحكي الايميل ماركتينج اللي هو الترويج او الدعايه من خلال الايميل. طبعا الايميل ماركتينج هو احد اكبر استراتيجيات التسويق فعاليه وكفاءه. ايش اللي بصير معنا في الايميل ماركتينج؟ بالايميل ماركتينج انه احنا نرسل رسائل ترويجيه تحتوي على عروض، تحتوي على نصائح، اخبار بريديه، او بنحط بيانات، بنحط عناوين البريد الالكتروني، بنبعت هاي البريد الالكتروني الموجود فيه دعايات واعلانات للزبائن او للعملاء المحتملين. فاحنا مجرد ما بعتنا لهم ايميل معناته احنا عم نعرض عليهم منتجاتنا وخدماتنا. طبعا ممكن يكون في عندنا خلينا نحكي مستهلكين او كونسيومرز، احنا اوريدي عندنا القوائم البريديه تبعينهم، او ممكن انه احنا نروج بعده طرق. في مثلا عندنا الميل تشامب، الجوجل، الزوهاميل، الهاب سبوت، هدول من احسن الشركات اللي بتعمل ايميل ماركتينج. في عندنا برضه اللي هو لاندنج بيج. لاندنج بيج بنسميها بالعربي صفحات الهبوط. ايش يعني صفحات الهبوط؟ هلا وجهة الصفحة عندما ينقر المستخدم على اعلان، هلا بيجي بيطلع لنا اعلان احنا ككونسيومرز او ككاستمرز، بننقر على هاي الاعلانات. هاي الاعلانات مجرد ما نقرنا عليها بتحولنا، لانها بكون في عندنا ريفيرنج سايت، بتحولنا او مجرد ما نقرنا تربطنا بصفحة رئيسية للبزنس. كيف يعني؟ يعني وجهة الصفحة عندما ينقل المستخدم على الإعلان أو أي رابط على ريفيرنج سايت يمكن أن تكون صفحة رئيسية، ولكن بشكل أكثر الصفحة التي تكون مقصودة هي صفحة تركز فيها على العروض الموجودة في الإعلان. يعني أنا ممكن أنقر على إعلان، هذا الإعلان يعمل لي ريفيرنج سايت أو يوديني على لينك على موقع ثاني، لما أدخل على الموقع الثاني تبع البزنس اشوف انا اعلان موجود هناك. طب ليش سميناها صفحات الهبوط؟ لانه بتحولنا من محل ما احنا عم نتصفح الى صفحة الاعلان او العرض لهذا الاعلان. طبعا مجرد ما تحولنا هون بيكون في عندنا زيادة معدلات التحويل الى الشراء. في عنا بعد هيك اللي هو الويب أو ديجيتال أناليتيك، واللي هي هون إحنا بنحكي التقنيات المستخدمة لتقييم وتحسين مساهمة التسويق الرقمي في الأعمال التجارية. تقنية الويب أناليتيك تكنيك used to assess and improve the contribution of digital marketing to a business, including reviewing traffic, volume, referrals, click stream, online search data, customer satisfaction survey, leads and sales. هلا هون احنا بنيجي بنحكي التقنيات المستخدمة عشان نقيس هل حملاتنا الترويجية ناجحة ولا مش ناجحة. طبعا الاناليتكس عدة انواع، في عندنا competitive landscape analytics، عندنا customer behavior analytics، وعندنا predictive analytics. لما نحكي competitive landscape analytics هون tracking how competitors attract, convert and retain customers. هون احنا competitive analytics احنا هون عم نعمل تراك، عم نتبع المنافسين ونشوف كيف بيحولوا الكاستمرز لعندهم. لما نحكي customer behavior analytics لا احنا هون determining the 7 W's، اذا بتتذكروا شرحنا عنها قبل هيك، what, where, when, how and how long about your customers online behavior، كيف سلوك المستهلك على وسائل التواصل الاجتماعي او على الويب سايت. في عندنا بعد هيك الـ Predictive Analytics. Predictive Analytics Analytics in Marketing anticipate your customers' next move. هون احنا بنتنبأ ايش رح يكون الحركة الثانية للمستهلك، كيف رح يتحرك، ايش هي المسجات اللي لازم نبعت له اياها، كيف رح يكون سلوكه في المستقبل. فهون احنا بنكون عم نعمل عمليات تنبؤ.
Using digital media channels to support business objectives. هلا رح نحكي عن الديجيتال ميديا channels، كيف رح نستخدمها عشان ندعم أهداف البزنس. لما نحكي عن الديجيتال ميديا channels معناتهم إحنا رح نحكي عن نموذج ريس. نموذج ريس consists of four steps، فيه 4 مراحل. هدول المراحل are designed to help engage prospect customers and fans with brands throughout the customer life cycle. ايش اللي عم بصير معنا؟ بمعنى انه هذا نموذج ريس هو عبارة عن 4 خطوات زي ما قلت لكم، مصمم عشان يساعد في جذب العملاء المحتملين والمعجبين بالعلامة التجارية. كيف بدي أجذب هدول العملاء المحتملين والمعجبين بالعلامة التجارية طوال دورة حياة العميل، يعني من خلال الكاستمر لايف سايكل؟ في عنا 4 مراحل رح نمر فيها. أول مرحلة، الخطوة الأولى، اللي هي ريتش. مرحلة الريتش احنا هون بنكون عم نعمل awareness or we are building awareness of a brand، عم نعمل وعي بالعلامة التجارية تبعتنا، منتجاتنا، خدماتنا، او منتجات وخدمات مع بعض حسب احنا شو عم بنقدم كبزنس. لما نعمل وعي بالعلامة التجارية نعمله يا على موقعنا او على مواقع اخرى او من خلال وسائط غير متصلة في الإنترنت، يعني أوفلاين أو أونلاين. طب ليش إحنا بنعمل awareness؟ عشان نعمل حركة مرور أو to drive traffic أو by driving visitors to web and social media presence. أساس يتعرفوا علينا، يصير عندهم وعي بالبزنس تبعنا أو المنتجات تبعنا أو بالخدمة تبعتنا. هيك مرحلة الريتش معناته we are building awareness. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة acts، لا هون شو بنعمل؟ we engage audience with the brand on its website or other online presence to encourage them to interact with company. إيش يعني؟ هون إحنا بنشارك الأودينس أو الكاستمرز بالعلامة التجارية على مواقع المنظمة أو البزنس تبعنا أو على موقعها على الويب. يعني وين بزنس أو وين موقعنا على الويب، بنخلي الأودينس يشاركوا وبنشجعهم على التفاعل مع العلامة التجارية تبعتنا. فهون إحنا بنكون عم نعمل أكت، أي تفاعل. الخطوة الثالثة من بعد ما عملنا ريتش، نشر وعي، وعملنا انجيجمنت، احنا هيك رح ننتقل للخطوة الثالثة اللي هي هون عم نحكي كونفرت. كونفرت معناتهم احنا عم بنحولهم. To convert أي to achieve conversion to generate sales on web presence and offline. هون احنا عم بنحول العملاء إلى مشتريين من عنا عن الموقع أو offline، حسب إذا حسب وين الويب بريزنس تبعنا، حسب احنا تواجدنا وين. يا بيشتروا من عنا بنحولهم لمشتريين عشان نزيد مبيعاتنا، سواء كان البريزنس تبعنا، التواجد تبعنا رقمي اونلاين او اوفلاين. بعد ما نعمل كونفرت، الخطوة الرابعة بنعمل انجيج. ايش يعني انجيج او انجيجمنت؟ هون احنا بنعمل انخراط، او خلينا نحكي وي بيلد كاستمر ريليشن شيبس. احنا عم نبني علاقات او عم نتعامل مع العملاء او مع الاودينس اكثر عشان نحاول نحتفظ، عشان نعمل ريتينشن للاودينس تاعنا، نحتفظ في العملاء ونبني معهم علاقات طويلة المدى. فهيك احنا بنكون حكينا عندنا نموذج ريس اللي هو ريتش، اكت، انجيج، وكونفرت. هدول نستخدمه على اساس ندعم تو سبورت بزنس اوبجكتيفز. بعد هيك رح نتعرف انا وياكم على 6 تايبس اوف ديجيتال كوميونيكيشن تولز اور ميديا شانلز. هلا اوريدي احنا شرحنا اكمل وحده منهم قبل شوي، بس رح نتعرف انا وياكم على انواع او ادوات الاتصالات الرقميه او القنوات الاعلاميه. زي ما انتم شايفين، اذا بنطلع مع بعض هون نشوف ايش هم ال 6 تايبس اوف ديجيتال كوميونيكيشن تولز اور ميديا شانلز، رح نلاقي عندنا هون سيرش ماركتينج. السيرش ماركتينج اللي هو البحث في التسويق او بحوث التسويق. طبعا البحث في التسويق بتضمن زي ما احنا نحكي، بدنا رح نعطي مثال على كل وحده، زي السيرش انجن اللي هو محركات البحث، او سيرش انجن اوبتمايزيشن تحسين محركات البحث، او عندنا البيد سيرش اللي هو الدفع، البحث المدفوع، او بي بي كليك، بي بي سي، وشرحناها قبل هيك. هذا واحد من التايبس
للديجيتال كوميونيكيشن تولز، او ممكن يكون عندنا اللي هو اونلاين بي ار. الاونلاين بي ار هون احنا بنحكي عن العلاقات العامة عبر الانترنت. للاونلاين بي ار هون احنا بنحاول بالاونلاين بي ار ان نزيد الاشارات الايجابية، او خلينا نحكي انه احنا عم بنزيد المنشنز الايجابية للبزنس تبعنا، انه يبلشوا الزبائن او الاودينس يعملوا لنا منشنز ايجابي عن العلامه التجاريه تبعتنا او عن المنتج تبعنا، سواء على الويب سايت تبعنا تابع لنا او على الويب سايت التابعين لجهات خارجيه، او مش شرط ويب سايت، ممكن يكون على صفحات التواصل الاجتماعي. كل ما زاد المنشنز على المدونات، على البودكاست وغيرها، كل ما انتشرنا بشكل أكبر. فهذا بسموه أونلاين بي آر، زي ما أنتم شايفين سوشيال ميديا بلوكس، ميديا أليرتينج سيرفيس، براند بروتكشن، هدول هم حماية العلامة التجارية، هدول هم أنواع الأونلاين بي آر. زي ما أنا قلت لكم بيكون الهدف منها زيادة المنشنز الإيجابية للشركة، أو يمكن مش بس زيادة المنشنز الإيجابية والإشارات الإيجابية، ممكن يكون كمان الرد على الإشارات السلبية. مرات بكون في عندنا نيجاتيف منشنز، فإحنا ممكن نرد عليهم بطريقة أو أسلوب نحول النيجاتيف منشنز لبوزيتيف منشنز. في عندنا هون الأونلاين بارتنرشيب. الأونلاين بارتنرشيب اللي هي شراكات عبر الإنترنت، يعني هون احنا بننشئ وبندير علاقات طويلة المدى مع أطراف ثالثة، مع third parties أو جهات خارجية بنسميها. ليش بنعمل هاي العلاقات أو إيش أنواعها؟ زي لما يكون في عندنا مثلا رعاية sponsorship، link building، affiliate marketing. هون احنا بنكون عم نعمل شراكات عبر الإنترنت، وهذا نوع من أنواع الاتصالات أو أدوات الاتصال أو الميديا channels. في عندنا هون اللي هو الاوفلاين كوميونيكيشنز. لما نحكي عن الاوفلاين كوميونيكيشنز اي الاتصال بدون انترنت، هون نيجي بنحكي زي الادفرتايزنج، البيع الشخصي، ترويج المبيعات، العلاقات العامه، السبونسر شيبز، الرعايه. وطبعا في لها انواع كثيره، لانه هون في برضه عندنا اوفلاين كوميونيكيشنز زي الدايركت ايميل، الاكزيبشنز، المعارض، الباكجينج، التغليف، الورد اوف ماوث، الكلمة الفم المنطوقة، هدول كلهم اوف لاين كوميونيكيشنز. الورد اوف ماوث ممكن تكون اي وورد اوف ماوث وتكون ديجيتال. في عندنا الانتر اكتف ادز. هون لما نيجي نحكي عن الانتر اكتف ادز، هون اللي هي الاعلانات التفاعلية، في لها انواع كثير زي شبكات الاعلانات، الرعاية، الاستهداف السلوكي وغيرها. في عندنا الأوبت إن إيميل. لما نيجي نحكي عن الأوبت إن إيميل، زي كأننا بنحكي عن الإيميل ماركتينج. هون بيكون في عنا قوائم مستأجرة لإيميلات، أو بيكون في عنا إيميلات لأشخاص أو عملاء أو أودينس موجودين عنا. عن طريق الإيميل إحنا بنقدر ننشر إي نيوزلاتر، وات إيفر إيش الرسالة الإعلانية اللي بدنا نبعتها. هذا بنسميه إيميل ماركتينج أو أوبت إن إيميل ماركتينج. بنحط فيه إعلانات عن نشرات إخبارية إلكترونية لجهات خارجية. في عنا برضه هون الفيرال ماركتينج. الفيرال ماركتينج هون احنا بنيجي بنحكي اللي هو زي التسويق الفيروسي او الباز ماركتينج، التسويق الطنان، هو نوع من انواع التسويق الفيروسي. هدول هم الـ6 تايبس اوف ديجيتال كوميونيكيشن تولز اور ميديا شانلز. بعد هيك رح نستعرض انا وياكم اشي كتير مهم، طبعا هون شرحت لكم اياهم بالتفصيل، بتقدروا ترجعوا لهم وتشوفوا معنا كل شيء اوريدي احنا شرحناه قبل هيك، ولا شرحت لكم الجزئيه الناقصه. هلا هون رح نحكي عن البينيفيت اوف ديجيتال ميديا، فوائد الديجيتال ميديا. في عندنا عده فوائد بينيفيتس. عندنا انتر اكتيفيتي اللي هو التفاعل، عندنا الانتليجنسي اللي هو الذكاء، عندنا الانديفيدواليزيشن اللي هو خلينا نحكي التخصيص او التفرد، عندنا الانتجريشن اللي هو التكامل، عندنا اندستري ريستراكشرنج اللي هي اعاده هيكله الصناعه، وعندنا الاندبندنسي اوف لوكيشن اللي هو استقلاليه الموقع. لما نحكي انا وياكم عن موضوع اللي هو التفاعل، رح نتطلع اكيد على الفيجر، ومن خلال الفيجر رح اشرح لكم شو هو الانتر اكتيفيتي. لما نحكي عن الانتر اكتيفيتي، اذا بنطلع هون على شكل او اي سوري، رح تلاقوا انه في عندنا شيء اسمه تراديشنال ميديا.
التراديشنال ميديا بتعتمد، او خلينا نحكي الوسائط التقليديه بتعتمد على البوش ميديا او البوش استراتيجي. شو يعني بوش ميديا او بوش استراتيجي؟ هون بتكون الكامباني او الشركه هي بتبعث بالرسائل او الاعلانات الى الكاستمر، فهون هي بتعمل بوش، تدفع الاعلانات من الاورجنايزيشن to customers. هلا ال customers ممكن يردوا الطريقة direct response عن طريق ال TV، سوري ال push بتصير لما أنا أبعت إعلان، يا بكون عن طريق ال TV أو أشياء مطبوعة، إعلانات مطبوعة، أو عن طريق الراديو، أو عن طريق ال direct mail connections. هون أنا ببعث رسالة عامة لل customers، ممكن يردوا علي direct response بطريقة مباشرة أو عن طريق التليفون. هاي بنسميها بوش استراتيجي، وبالعادة كانت تستخدم أو ستيل هلأ عم تستخدم عن بطريقة التراديشنال ميديا. هلأ في عنا النوع الثاني اللي فيه انتر اكتيفيتي. الانتر اكتيفيتي لا، هون ايش اللي بصير؟ بصير كالتالي، انه الكومباني عندنا او البزنس تبعنا بيكون عم بيعمل بوش، والكاستمر عم بيعمل بول. يعني هون عملية تفاعلية، الكومباني عم تبعت لنا اعلاناتها بوسائط مختلفة، ممكن تكون عم تستخدم التراديشنال وبرضه الديجيتال ميديا. برضه الكاستمر بدوره مش بس متلقي للرسالة او متلقي للدعاية او متلقي للمعلومة، هو بدوره عم بيعمل ريسيرش أو بحث، بحاول يسحب المعلومة عن الشركة أو من الشركة. فهون إحنا بنحكي هون العملية تفاعلية، انتر اكتيفيتي، تفاعل ما بين الكومباني والكاستمرز، والتفاعل بكون دايركت وفوري. هلأ شو اللي بنستفيده عن طريق إنه إحنا عم بصير في عنا بوش، وبصير في عنا بول استراتيجي أو بوش تكنيك وبول تكنيك؟ هون اللي عم بصير عنا، بصير في عنا انتليجنسي. شو يعني انتليجنسي؟ لما نيجي نحكي الانتليجنسي، هي فائدة من فوائد الوساطة الرقمية زي ما قلت لكم قبل شوي. الانتليجنسي هون لا، بصير معنا إيش؟ لما يصير في عنا تفاعل، معناته الشركة أو المنظمة هون بتكون عم تعمل كولكتينج للداتا، أو بتكون لما نحكي الشركة عندها انتليجنسي، معناته ان هي اتس كولكتينج ماركتينج ريسيرش، عم تعمل ماركتينج ريسيرش، ما دام عارفه الكاستمر ايش بده او ايش المعلومات اللي عم بدور عليها، واحنا عم نبعث له اعلانات وهو عم ببعث استفسارات وعم بحاول يجمع بيانات. هاي المعلومات عن العميل ايش بده، ايش الكونسيومر بيهيفير، ايش بيكون عم بدور بمرحله الريتش، بمرحله الاكت، مرحله الكونفيرت، مرحله الانجيجمنت، هاي كلها معلومات رح تجمعها الشركة أو البزنس الذكي اللي عنده انتليجنسي. طبعا بيجمع هاي المعلومات أكيد من خلال الكاستمر لايف سايكل، ومن خلال التاتش بوينتس للأودينس مع البزنس. كل هاي المعلومات لما يجمعها بصير في عنده ليك اوف داتا، بصير عنده بحيرة من البيانات. هاي البحيرة من البيانات أو بنسميها داتا وير هاوس، بيكون فيها كم المعلومات جدا كبير. لما يصير كم المعلومات كتير وعم بيجمع معلومات اكثر واكثر، وبصير في عندنا كثافه بالمعلومات، بنقدر نسميها نون از بيج داتا، بصير عندنا معلومات كتير كبيره او بيانات كتير كبيره. كل ما كانت المنظمه عم تجمع بيانات اكثر، كل ما كانت ذكيه اكثر. ليش بتصير ذكيه اكثر؟ لانه اوريدي بتصير قادره على استهداف الاودينس اللي هي بدها اياهم، او الفئه اللي بدها اياهم، او بنصير قادره على انها تعمل individualization، تفرد في ارسال الرساله الاعلانيه تبعتها. فكل ما زادت معرفتنا، كل ما زاد النولج عندنا، كل ما زادت الداتا عندنا، كل ما احنا كنا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح بالنسبه للمستهلك، وبنقدر نحوله نعمل كونفرجن اكبر، ويصير في عنا انجيجمنت بالنسبة، ونحاول نعمل ريتنشن أي الاحتفاظ بالعملاء. كيف نعمل هاد؟ لما يكون في عنا ليك اوف داتا، بيج داتا، يكون في عنا انتليجنسي، وعم نجمع كل هاي المعلومات وعم بنحولها بطريقة إيجابية لمصلحة أو لهدف المنظمة. هلا الانديفيدواليزيشن، زي ما انا قلت لكم الانديفيدواليزيشن، احنا كيف انا بقدر اتفرد بالمعلومه وابعثها لاشخاص معينين. انا
الانديفيدواليزيشن ولا ممكن اقدر اعمله لانه بدون انتليجنسي، لانه الانديفيدواليزيشن از بيست اون ذا انتليجنسي كولكتد اباوت سايت فيزيتورز. هلا بالانتليجنسي انا جمعت معلومات كتير عن السايت فيزيتورز، ايش يشتروا من عندي، ايش كيف تصرفوا، كيف كان الكاستمر بيهيفير او الاودينس بيهيفير وهم في الستور او هم عم بيشتروا معي او هم عم بيحاولوا يدوروا على معلومات. هلا اذا بدي اعمل تفرد او اعمل بيرسوناليزيشن او انديفيدواليزيشن رسائل ابعتها لهدول الفيزيتورز بالذات، لازم يكون في عندي انتليجنسي. لما اجي احكي personalization delivering individualized content through web pages or email، كيف بقدر اخصص اشخاص معينين او فئة معينة في محتوى من خلال الويب بيج او من خلال الايميل او طريقة التواصل بتواصل فيها مع الاودينس. هاي العملية بنسميها individualization. لاحظوا الكومباني زمان ايه كانت تبعت same messages لكل الكاستمرز، لما صار في عنا individualization وصار في عنا intelligence، لا صارت هون عم تبعت different messages ل different customers، والكاستمرز عم بيعملوا interaction مع الكومباني، معناته هون صار في عنا عملية تفاعلية أكتر. بعد هيك رح نيجي نحكي عن خلينا نقول الانتجريشن. الانتجريشن زي ما انا حكيت لكم، يوفر الانترنت مجالا للاتصالات التسويقيه المتكامله. فلما نيجي نحكي انتجريشن معناته احنا بنحكي عن تكامل. الشكل هون ببين لنا طريقه التكامل ما بين الكومباني اللي هي البزنس وما بين الانترميدياري اللي هم الوسطاء وما بين الكاستمر. لازم يكون في انتجريشن، فعشان نفهم شو يعني انتجريشن بنكون عارفين انه هناك عندنا اتصالات رقميه صادره من المؤسسه الى العميل، وفي عندنا اتصالات رقميه صادره من العميل الى المنظمه، يعني هي تو واي كوميونيكيشن. لما نحكي تكامل الانتجريشن هون احنا رح نحكي في عندنا اتصالات رقميه صادرة من المؤسسة إلى العميل، معناته إنه from organization to customer. هون عم تنزل تطلع عنا اتصالات رقمية من ال organization لل customer. طب لما تطلع من ال organization لل customer بكون شكلها زي شو؟ إيش بكون الهدف منها؟ بكون الهدف منها كالتالي: توصيل عروض منتجات شركة جديدة، أو توصيل خدمات العملاء الجدد والحاليين، أو الاحتفاظ في العملاء، هاي بيكون هدفها. طيب لو كانت بالعكس from customer to company، كيف رح يكون شكلها؟ هون بتكون كيف احنا من خلال الانترنت رح نكمل القنوات او نقدم خدمات العملاء لهؤلاء العملاء، كيف رح نقدم خدمات لهدول العملاء؟ كيف رح نستجيب لهم؟ هاي بنسميها two ways communication او بنسميها تكامل ما بين الانباوند ماركتينج والاوتباوند ماركتينج. لما نحكي الاوتباوند معناته بتكون الرسائل بتيجي from organization to customer، لما نيجي نحكي inbound بتكون المسجات او التفاعل بيجي from customer to organization. هلا رح نحكي بعد هيك وحده من الفوائد اللي هون احنا عم نحكي عنها اللي هي الاندستري ريستراكشرنج. الاندستري ريستراكشرنج هون رح ناخذ بموضوع لما ندخل بموضوع اندستري ريستراكشرنج او اعاده هيكله المنظمه، رح يدخل معنا مفهومين. المفهوم الاول اسمه ديس انترميديشن او ري انترميديشن. ديس انترميديشن هو ذا ريموفال اوف انترميدياريز such as distributors or brokers that formerly linked a company to its customer. ايش يعني؟ هون انا بكون عم بعمل ازاله للوسطاء اللي بيكونوا بروكرز ديستريبيوترز وات ايفر شو كان اسمهم. في عندنا وسطاء ما بين البزنس تبعي وما بين الاودينس. فلما اجي اعمل اندستري ريستراكشرنج بدي اسال حالي، هل انا بدي اعمل ازاله لهدول الانترميدياريز ولا بدي اعمل عمليه ري انترميديشن؟ ري انترميديشن هون انا بكون عم بعمل كرييشن اوف نيو انترميدياريز، عم بجيب انترميدياريز اجداد عم بخلقهم للكاستمرز اند سبلايرز providing service such as supplier search and product evaluation. الري انترميدياريز هدول بزودوا الكاستمرز
في البرودكت ايفالويشن، بتزودوا البزنس سوري، في البرودكت ايفالويشن، في التعليقات، في المنشنز، في كل شيء بخص الشركه. فهون احنا بخطر على بالنا سؤالين واحنا بنعمل اندستري ريستراكشرنج، ويتش انترميدياريز شود وي بي بريزنتد اون، مين ايش نوع الانترميدياريز اللي رح نستخدمهم، رح نعمل ديس انترميدياريز ولا رح نعمل ري انترميدياشن، او هاو دو our offering compared to those of competitors in terms of features, benefit and price. هون رح نسأل حالنا كيف بنقارن عروضنا بعروض غيرنا الأونلاين تبعون المنافسين من حيث الميزات والفوائد والسعر، وبناء عليه بنعمل restructuring، رح نخلي intermediaries ولا disintermediation. الفائدة الأخيرة خلينا نحكي اللي هو الـ Independency of Location. Independency of Location معناته إحنا هون بنحكي إنه إحنا صرنا عايشين في عالم رقمي، تمام، وإحنا صرنا على الأغلب مواطنين رقميين لأنه أوريدي إحنا بنقضي معظم أوقاتنا على الأونلاين. لما نيجي نحكي استقلالية الموقع معناته إحنا بنحكي في عنا زيادة في الوصول، increasing في الوصول لمين؟ لا الأسواق العالمية، للإنترناشونال ماركتينج ماركت سوري. ليش في عنا وصول زيادة لهناك؟ لأنه صرنا قادرين نوصل للجلوبال ماركت، صرنا أو الإنترناشونال ماركت، صرنا قادرين to sell into international markets أو to buy from international markets وإحنا موجودين في مكاننا. ليش؟ لأنه الإنترنت خلانا الأمور سهلة وما في داعي إن نحط boundaries حدود ما بيننا وبين الشركات، فأصبح العالم زي ما إحنا حكينا قرية صغيرة، فبنقدر نوصل للأسواق العالمية، الأسواق الدولية خلينا نحكي. فالإنترنت أتاح لنا إمكانية البيع في دول ما كناش قبل نقدر نبيع فيها أو ما كناش قبل نقدر نوصل إلها، فهون إحنا شلنا حدود المكان، فأصبح لنا independency of location ك benefits of digital media. هيك بنكون أنا وياكم ختمنا التشابتر الأول. في عنا هون summary، حكينا عن introducing digital marketing، حكينا عن introduction how has digital marketing transformed marketing، وحكينا عن definitions what are digital marketing and multi-channel marketing، عرفنا digital marketing وال multi-channel marketing، وعملنا introduction to digital marketing strategy، عرفنا الاستراتيجيات التسويق الرقمي، وعملنا introduction to digital marketing communications، برضو اتعرفنا على اتصالات التسويق الرقمي. يعطيكم ألف عافية وبشوفكم إن شاء الله بمحاضرات تانية.